السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وهذا الفيديو يلقاكم بخير بصحة جيدة. فيديو تاع اليوم تتمة تاع الفيديو تاع الناير. اليوم غادي نقاسم معكم التحضيرات تاعي للسهرة تاع الناير، وقبلها جبت لكم وصفة تاع السفنج رائعة رائعة، خفيف خفيف خفيف، ويجي اسفنجي كما راكم تشوفوا فيه مقرمش روعة وخاوي من الداخل. نتمنى ان شاء الله تعجبكم الوصفة وتتبعوها حتى الاخير. وغادي نرد تاني على واحد شوية تاع تعليقات جاوني في الفيديو اللي فات، خليكم مع الفيديو ومع الوصفة. السفنج تاعنا الخفيف والشباب والبنين، انا استعملت كاس كبير، وانتي تنجمي تدوبلي الكميه، ديري زوج كيسان تاع الماء دافي، ولكن انا الكاس هذاك كبير بزاف، على بيها ما درتش زوج كيسان. هنا درت مغرف تاع الخماره تاع الخبز، ودرت مغرف تاع السكر، زوج مغارف تاع الفارينه، وغادي ندربهم بهذاك المضرب اليداوي. غادي نخلطهم مليح مليح باش المكونات يتخلطوا لغايه الغايه. ومن بعد غادي نغطيهم ونخليهم يريحوا يريحوا لنا واحد 10 دقائق ولا حتى تشوفي هذيك الخميره تاعك تفاعلت مع داك المكونات اللي درناها. غادي نزيدوا الفارينه تاعنا، نزيدوا المغرف تاعنا تاع الملح على الفارينه، ونلموا العجينه تاعنا، نقعد نزيدوا في الفارينه تاعنا غير بشويه، ونضربوا بيدينا، غير بيدك تستعمليها. هنا غادي نزيد الفارينه معاكم، وتقعدي تزيدي غير بشويه، قلت لكم ما لازمش تنشفيها وما لازمش العجينه تاعك تجي يابسه. هاكا نضرب بيدي، وصفه خفيف ظريف. انا غادي نزيد شويه، نقعد نزيد ونخلط باش نعرف القوام اللي غادي اللي خاصتني باغيه نتحصل عليه، ما يليقش اني نبس العجينه تاع السفنج تاعنا، باسكو السفنج السر نتاعه هي في الخفان تاعه. لازم العجينه تاعنا تجي خفيفه وتجي متلاصقه تلاصق في اليد. الوغ هنايا غادي نزيد غير بشويه كما قلت لكم، غادي نضرب مليح مليح مليح، ماشي بزاف، غير قد ملم العجينه تاعي، ما ضربتهاش ديك 10 دقائق ولا 5 دقائق ولا لا، قعدت نزيد في الفارينه وندرب. هنا بعد ما لميت العجينه تاعي وتحصلت على القوام اللي راني باغيته، هذا هو القوام اللي غادي نتحصلوا عليه بعد ما خلطناها مليح مليح باش هذوك المكونات يدخلوا في بعضهم وتضرب. كما قلت لكم ماشي حاجه كبيره، ماشي وقت طويل. غادي نغطيها ونخليها تخمر لي بجهه. هنايا راني خليتها واحد البلك واحد 45 دقيقه ولا حتى نص ساعه. ديريها في مكان يكون بيان سور دافئ باش تطلع لك، باسكو هذه متا شويه البرد. الوغ لزوها ندير حطوها في بلاصه تكون دافيه باش تطلع لنا غايه الغايه. هنايا بعد ما طلعت خمرت، غادي نكسر هذاك التخمير نتاعها كما راكم تشوفوا هنايا. نغطس يدي في الماء ونخلط العجينه تاعي تاع السفنج، هذا هو القوام تاعها كما قلت لكم، ناكد لكم على القوام تاع السفنج باش يجيكم الشباب. هنا بعد ما كسرنا العجينه تاعنا غادي نعاودو غطوها ونعاودو نخلوها تخمر لنا المره الثانيه. كيما تنجمو تعاودو هاد العمليه شحال من خطره، انا عاودتها غير خطره، غير مره واحده كسرت العجينه تاعي وعاود خليتها تخمر بور لا دوزيام فوا. ومن بعد نبدو نطيبو فيه. هنا راني بديت نقلي فيه، ندهن يدي بشويه تاع الزيت ونقطع ديريكتومون من هذاك من الحاجه اللي كنت دايره فيها السفنج تاعي، يطلع ديريكتومون للمقله. انا استعملت هنايا زوج تاع المقالي، واحده ديك الصغيره درت فيها غير شويه تاع الزيت الاولى اللي حطيت فيها ديك الحبه تاعي والثانيه درت هذه في طاوه باش تشد لي الحمان وتعمريها، ديري فيها كميه مليحه تاع الزيت باش تقلي السفنج تاعك وباش يتحمر لك. هنايا غادي نعاود حبه واحده اخرى ثاني معكم، حبه واحده اخرى معكم. راكم عارفين الاولى دائما ما تجيش صادقه، ما تحمرلكش مليح باسكو الزيت تكون عاد محمش مليح. هنا كيما قلت لكم نطيب في الاولى في الزيت خفيفه ونار متوسطه، والثانيه طيبها في الزيت بزياده والنار تكون قويه باش يحمر لنا، وتحميره بيان سور تقعد اختياريه، كاين اللي تبغيه محمر غايه وكاين اللي تبغيه دوغي، انا نبغيه دوغي ما بغيش يحمر بزاف. ونبدا نطيب، يجي خفيف خفيف خفيف، يجي منتفخ، يجي روعه. شفت الطريقه سهله، دائما دائما سي باش نبسط لكم الوصفات باش ما تغبروش فيهم، باش تجربوهم تديروا الكوراج، ندير لكم كوراج باش تجربوهم وتشحوا فيهم باذن الله. هنا بعد ما خليتها في المقله الاخرى درتها في الزوجه ونرشها بشويه بالزيت باش تدير الكاميرا ما شعت حق السفنج، خصكرها شويه بعيده، ولكن تشوفوا كيفاش الحبه تاعي انتفخت وتبلطت ما شاء الله. هنايا هذا هو السفنج تاعي، راه وجد لي رائع رائع رائع، يجي خفيف خفيف ريشه، تقولي ما كيش رافده حتى حاجه في يدك،
ومن الداخل يجي اسفنجي، يجي فارغ، يجي رائع. نتمنى ان شاء الله الوصفه نتاع اليوم شيرات عجبتكم وتجربوها كما وصفت نتاعك. دائما نقول لكم بلي بسيطه وسهله وفي متناول كل اي وحده موالفه ديره ولا ماشي موالفه جديده. نخليكم دروك مع السهره نتاعنا، التحضيرات تاع السهره تاع النهايه. غادي نبداو الشيرات، غادي نوجد الطبق نتاعي. انا ندير في الطبق هذا الشيء تاه معاكم، وانا ديجا بارطاجيت معاكم. كاين اللي بغى يسقي وكاين اللي ما كاين اللي بغى يغمس في الرقاق نتاعنا. انا دوك نهضروا للتراده، كاين قالوا لي هذاك ماشي طاجين في التراده، انا شيرت نعرف التراده تاع بكري اللي تجي مدوره، ولكن هذاك منه التراده منه طاجين. هذا هو الزوج تاع اللي غمحت اللي بغيت نهضر لكم عليهم. كميه صغيره تاع الكركم ما كثرش، وقالت ان كما قلت لكم كما شفتوه معايا مالح، داير له الملح ملحينه وقليله. تا كوكاو باسكو كل واحد انا نحط كيما عطا ناكلو في لحظه، وبعد من يبقى كل واحد يفد الكميه اللي راه باغيه. هكذا كل حاجه ندير منها شويه وكل حاجه نخلي شويه في الساشي ما نفرخهاش كاع، باسكو نبغي ندي عارفين حق كاع يكونوا منيرين وكلشي، بصح انا نبغي ندير شويه نخلي شويه الحق تاع الوالدي. نوزعو هكا باش كاع كل واحد يلقى قدامه راه باغي ياكل. هكا نتوما نروحو من هيتا خلو لي وحدي في الكوزينه حتى نوجد الطبق نتاعي. انا نلغى نجيبه لكم ومن طول ثاني باش نهضر معاكم اليف باش ما يكونش عندي الحس. كاين ثاني يبيع عشيات كما نقولو حنايا منقي، القرقاع منقي، اللوز منقي، ومالح كلشي واجد منقي. هنا كون ما نهرش هذا عندي كاع بشيناي بلا تهراس كاع بشيناي 16 تاتوني شيرات. انا كوما نهرش داك التهراس كاع مشي بالنسبه ليا مشي نايم، ما كاين ما بغيتش انا داك الواجد المنقي. هذاك الواجد المنقي تنجمي تاكلي في اي يوم من الايام السنه، ولكن هاكا نايم تاكلو غير خطره في العام. كنقولو له ناير مخلط كل منطقه وكيفاش يقولوا له. نكملوها الحلويات، هنا راه كاين كابريز وكاين تاع الحلقومه. نوزعو كيما قلت لكم باش كل واحد يكون جيته يديه حاجه اللي باغيها. شويه تاع الشوكولا هاني طبقينو لي دراجي. هذا هو الخلاط نتاعنا، الطبق نتاعنا راه واجد كما كتشوفوا فيه. تبقى الحلوة تتوق نحطوها بجهة، يبقوا لنا هاد الساشيات. غادي حنا نجيك حنا كي العدد تاعي وتاع الأسرة نتاعي كملت كي نديرو، أنا نحط كيما هاكا الطبق ناكلو كاع منه، كاع جميع الأسرة تاكل منه، ولي يبقى نديرلهم كل واحد كل واحد في الشكارة نتاعه. من يبقى ليه الطبق ناكلو ونكملو وكل واحد يشبع ويقنع، الوغ ندير لهم كل واحد الحاجه اللي بقات ندير لهم في الطبق نتاعه. ودائما نقلع الحق بجهه باش ما نخلطش كل شيء. انا بعد ما وجدتها في الصوالح غادي نلمهم شيات ونكمل. هنا بعد ما كملت وجدت الطبق نتاعي كما راكم تشوفوا فيه، هنايا غادي ندير شويه تاع التفاح نتاعي. هنايا التفاح بيان سور بعد ما غسلته كل واحد حب تاع التفاح كما هكا، ونحط ثاني طونسون ثاني كيما هكا، ونحطو شويه تاع البنان في الوسط كيما هكا. شاكين كاين كل واحد يدي الحبه نتاعه، وكل واحد كيفاش بغى ياكلها بغى يخليها بغى يدسها كل واحد وهو حر. وهذو لي ساشي تاعنا اللي باغي نعمروهم ان شاء الله، وليداتي وحده لبنيتي وحده للولد نتاعي، نحطهم ثاني هكا بجهه. هذا هو النهار تاعنا راه واجد شيرات.
نتمنى ان شاء الله عجبكم البارطاج نتاعي وعجبكم الفيديو نتاعي، وكل عام وانتم بخير وربي يحل ايامكم، وكل واحده اي حاجه راها متمنيتها في قلبها ربي يعطيها لها وربي يرزقها بها ان شاء الله. ونشكركم بزاف 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 على الحب نتاعكم ليا. قالك واحد اللي يبغيها ربي يبغي يحب فيه خلقه، وانا الحمد لله الحمد لله متتبعه تاوعي وخواتاتي وراكم خواتاتي في الله وحباباتي. دائما في الدار نقول لهم واش راكي دي، نقول لهم راني نرد على لي كومونتير تاع حباباتي. الوغ احبكم في الله وربي يوفقكم ويوفق الجميع. كما قلت لكم شي كل واحده متمنيه اي حاجه ربي ان شاء الله يوصلها ليها. نخليكم بخير والفيديو الجاي ان شاء الله تهلاو في رواحكم والسلام عليكم.